تطورات متسارعة في المشهد العسكري الذي تعيشه محافظة البيضاء مع اتساع رقعة المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. تأخذ المعارك في هذه المحافظة اتجاهات مختلفة بعد العمليات العسكرية التي تشنها المقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة. وفي تطور جديد، نشر المركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في البيضاء تقريرا أكد فيه أن 18 من عناصر الميليشيا قتلوا في مواجهات عنيفة شهدتها مديرية الزاهر. وأوضح المركز أن رئيس عمليات اللواء الثالث مساه جبلي العميد الركن جبر السعيدي الموالي للمخلوع صالح قد قتل خلال المواجهات في ذات المديرية. العميد السعيدي قاد حملة عسكرية في المديرية وأشرف عليها إلى جانب عمليات عسكرية أخرى بهدف استعادة مواقع من قبضة المقاومة الشعبية. المقاومة من جانبها حذرت من الدفع بحملات عسكرية وتعزيزات إلى البيضاء، مؤكدة أن نهاية تلك الحملات ستكون كسابقاتها. الميليشيا في ردة فعل لها كثفت من قصفها المدفعي على قرى آهلة بالسكان بمناطق الغول والمحصن والأجردي في مديرية الزاهر آل حميقان جنوب غربي المحافظة، كما قصفت منازل المواطنين في قرية يفعان بمديرية ذي ناعم عقب فشلها في تحقيق أي تقدم هناك. تتزايد خسائر الميليشيا في معركة البيضاء على الرغم من ضعف تواجد الجيش الوطني في المحافظة، الأمر الذي يظهر حدة الهجمات المتكررة التي تشنها المقاومة الشعبية ضد الميليشيا.